فتحت باب قلبي للنصيب بعد ما حلفت اني عمري ما هفتحه لحد واصل، واظن من حقي اني اعرف. عايز تعرفي ايه يا عيشة؟ انت مين؟ انت مين وحكايتك ايه؟ هقول لك على كل حاجة، بس في وقتها. هقول لك على كل اللي جوايا، هقول لك على كل الهم اللي شلته من سنين، وكان نفسي ارميه على حد عشان قلبي ما عادش متحمله. صدقيني يا عائشة، انا محتاج احكي لك اكتر ما انت محتاجه تعرفي. هقول لك يا عائشة، بس مش دلوقك. لا يا غريب، دلوك دلوك يا غريب، دلوك، عشان خلاص خلاص يا غريب، ما بقيش فيه وقت. شكرا يا عائشة، شكرا انك دلتني ليه. حسن، وصلتك لمين يا حسن؟ في ايه وعاوز ايه؟ عايز العدل، مش هو ده اللي انت كنت بتنادي بيه؟ مش هو ده الحق اللي انت عماله تدافع عنه؟ خلاص يا عيشه، ملقتيش غير ده؟ موسى يا عيشه، عشان خاطري يا حسن بلاش دم، بلاش دم، خد حقك منه بس بلاش قتل، بلاش دم. ازاي؟ ومراتي اللي هو قتلها وهي في حضنه، واخويا اللي قتل، وامي اللي فضل يعذب فيها، والدار مبقاش ينفع يا عيشة. زمان بقول زيك، دلوقتي ما عنديش حل تاني. انت مش ربنا عشان تحكم عليه. البني آدم بيتغير ومن حقه فرصة، كلنا من حقنا فرصة تانية. سيبيه يا عيشة، سيبيه يقتلني، أنا خلاص ما بقيتش عايز حاجة من الدنيا دي. عشت عمري كله مستني اليوم اللي أحس فيه إني نظيف. كان نفسي أحب وأتحب، بس خلاص عايشة، من بعد ما حسيت الإحساس ده معاكي ما بقيتش عايز من الدنيا أي حاجة. كل الحكاية إني كان نفسي أكمل معاك اللي باقي من عمري، لكن يظهر يا عيشة إن مش كل اللي بتمنوه بنلاقوه. قتلني يا حسن، مش في غليلك مني وقتلني، أنا قدامك أهو، اقتل. خلي حسن يديله فرصة تانية يا فارس، إن شاء الله حتى نروح للمأمور. عمرك ما وقفت مع الباطل يا عيشة. لا يا فارس، أنت فهمتني غلط، أنا مش بعمل كده عشانه، أنا ما كنتش أعرف أصلاً إنه موسى، بس أنا شفت في عينيه إنه اتغير ومن حقه إنه ياخد فرصة تانية. هستنى إيه؟ هستنى إيه يا عيشة؟ هستنى لما يقتل مين تاني عشان أقتله؟ أنت ما تعرفيش موسى أكتر مني. لقيت الأم وعايشة، ما يبقاش ليه أي عزيز في الدنيا، وأنا ما قداميش أي حل تاني.
هتسافري كده من غير ما تقولي ولا حتى تسلمي؟ ما كانش العشم يا طنط. لا يا حبيبتي، انا كنت هودي الشنط العربيه وارجع تاني اسلم عليكم كلكم. طيب قولي لنا رايحه فين وراجعه امتى؟ ما تخافوش يا حبايبي، انا مش هتاخر، خدوا بالكم من بعض. كلمي مع عمار يا رؤية وإن شاء الله كل حاجة هترجع زي الأول. الجواز مسؤولية كبيرة يا حبيبتي، لسه شفتي حاجة؟ حافظي على جوزك يا حبيبتي. حاضر. مع السلامة يا عمار. وأنا مش هتقولي لي مع السلامة؟ مع السلامة يا سليم. ما تقلقيش يا بنتي، ربنا ما يرضاش بالظلم ابدا، وانا مظلوم. انا مش مصدقه يا بابا ان محمود يعمل كل ده. حضرتك كنت بتعامله زي عماد بالظبط، الله يرحمه. وبعدين بعد كل العشره اللي بينا دي. الشيطان يا بنتي لما يركب بني ادم بيعميه عن الطريق الصح. انا بس اللي كسرني ان انا اللي مربيه على ايديا دول. بعد الشر عليك الكسره يا بابا. عيل زي ده عم ذكري لا صانع عيش وملح ولا عشره، وعض الايد اللي اتمدت له كمان. وبعدين التحريات اثبتت ان هو له علاقه بناس مشبوهه، وكمان اختفائه المفاجئ ده بياكد الكلام عليه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. خسرتك يا محمود، الله يسامحك يا محمود، الله يسامحك. ويا ترى الست الغلبانه اللي في البيت دي لما تعرف هتعمل ايه؟ ما هي عرفت يا عم ذكري، ده المنطقه كلها عرفت. بس ما تقلقش، هفضل وراه لحد ما اجيبه. شكرا شكرا يا يوسف، يا تعبناك معانا والله. جرايه يا راجل. طيب انت هتزعلني منك ولا ايه؟ وانا مش زي عماد. الله يرحمه، يفرحك بشبابك يا ابني. خير يا عم ذكري خير، انا وصيت رئيس المباحث انه يخلي باله منك، واول ما اقفش العيل ده انت هتخرج من هنا فورا. فرد اتقبض عليه ما اعترفش يا يوسف. هيعترف، ده شغل مباحث بقى وانا عارفه. ما تقلقوش ان شاء الله خير. إن شاء الله يا إن شاء الله إن شاء الله. أنا أعتبر نفسي ما سمعتش أي حاجة. تصبح على خير. ما هي دي المصيبة، كأنك بتديني سبب تاني عشان أتمسك بالطلاق يا عمار. مصيبة عشان مش عايز مشاكل وعديت اللي حصل؟ لا، عشان ما بتحسش غير بنفسك وما بتسمعش غير نفسك. مش عايز مشاكل؟ عادي هتنام بكل بساطة كده. لكن أنا حاسة بإيه؟ فيا إيه؟ إيه اللي خلاني إن أنا أطلب الطلاق رغم كل الحب اللي حبيته لك ده يا عمار؟ يا رؤية عالي، أنت عارفة إن أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك، ومهما تعملي أنا مش هطلق. فأرجوك كفاية مشاكل. دي مش مشاكل يا عمار، صدقني ده الحل. طلاق عمره ما كان حل يا رؤية، على الأقل لو مش عشاني ففكري في ابننا. وأنا مين قالك إن أنا ما بفكرش في ابننا يا عمار؟ بس أنا مين يفكر فيا؟ ليه أنت ما استحملتش عشاني؟ ليه ما ضحيتش عشاني؟ ليه لو في لازم حد يتنازل يبقى أنا؟ طب لو قلت لك فرصة تانية أوعدك إن أنا هتغير. تعالي يا ستي بكرة نخرج ونتفسح ونتغدى بره. ما كفاية تحسسني بقى إن عيلة صغيرة هتضحك عليا بأكلة وخروجة. ليه مصمم انك تصغرني وتقلل مني؟ اديتك فرصه قبل كده وانت ضيعتها يا عمار، وصدقني طول ما انت بتفكر كده هتضيع كل الفرص اللي بيننا.